يسأل هذا السائل يا فضيلة الشيخ عن حكم الصلاة خلف إمام مسبل لثوبه، هل صلاتنا صحيحة؟ لا تترك صلاة الجماعة، وعليك بمناصحة هذا الإمام. ما أن تترك صلاة الجماعة تقول الإمام مسبل، نعم الإمام مخطئ فاعل لمحرم، ولكن لا تترك صلاة الجماعة، صل معهم وناصح الإمام إذا رأيت عليه إسبالا. لكن الإسبال ما هو؟ الإسبال ما نزل عن الكعبين، هذا هو الإسبال. أن بعض الناس يعتبر ما نزل عن نصف الساق فهو إسبال، هذا خطأ. نعم.